السلام عليكم. انا سريري حافظه. شنو؟ حافظه مش اي وحده يقن لمحمد السريري. دونك تفرجي في سي محمد السريري. ندوز المكالمة. غير قطعي. الو السلام عليكم. صافا سي بخير؟ الحمد لله. الله يبارك فيك، مرحبا بك. شكون معاك؟ معاك أميمة من الجديدة. شنو السمية؟ أميمة. أميمة من الجديدة. شحال في عمرك أميمة؟ عندي 20. 20 عام. من باغا ديرها التيست أميمة؟ من باغا ديرها التيست؟ السيد اللي ناوية أنا وياه إن شاء الله الزواج. ناوية أنت وياه الزواج، هي حارة الصوت ديالي ما عرفتنيش. شنو سميت هاد السيد هذا؟ سميتو أنس. أنس منين؟ من جديدة حتى هو. من جديدة، وشحال في عمرو؟ 26. شحال أنت وياه مع بعضياتكم؟ بيناتنا دابا 7 شهور. 7 شهور؟ أها، أنت اللي ناوية معاه الزواج ولا هو اللي ناوي معاك الزواج؟ هو ماشي. امتى موعدك بالزواج؟ احنا هنا الصيف هو دخل. لا ثاني شهر 9 اوكي. راه لي النمره ديالو 06. زيدي. ها اها هي شحال في الاخر؟ عاودي لي النمره واحد المره. زيدي يا الله ما صدريش حتى نقولها لك. صافي واش نفيقها. الناس اللي دخلوا البث يعطونا الماكسيموم ديال البارطاج. اي واحد يلاه دخل البارطاج صحيح. الو السلام عليكم. سي انس هذا؟ مساء النور. كي داير سي انس لاباس عليك؟ كلشي على خير الله يطول عمرك. انس من مدينه جديده 26 سنه. غادي ناخذ موسك واحد دقيقه ولا جوج. معك السي محمد السريري مقدم برنامج خطوه قبل الزواج. فايتك مفرش البرنامج ديالنا. عندك شي معلومات عليه ولا والو؟ برنامج خطوه قبل الزواج. مرحبا، هذه فرصه سعيده باش تعرف على البرنامج ديالنا ولماذا ان شاء الله السي انس يولي كذلك من المتابعين الجداد ديالنا. اتصلت بنا واحد السيده هي اللي عطاتنا النمره ديالك وهذه المعلومات باش نتصلوا بك. قالت لنا تعرفتي عليها قبل رمضان ودخلتي انت وياها في علاقه حب رغم انها هي ما كايناش بعيده عليك، ما عمركم تلاقيتوا انت وياها. بغات دير لك واحد المفاجاه وقالت لنا بلي عندها شي هضره بغات تقولها لك، ما كتقدرش تقولها لك في التليفون، واختارت البرنامج ديالنا باش تعترف لك بواحد الاعتراف اللي هو زوين صراحه. انا غادي ندوزها لك السي انس. واخا بلا شك كنظن راك عرفتيها. شكون؟ نعم ما عرفتهاش. دير علاقه حب في حياتك انس ولا سيليباتير؟ سيليباتير. امتى كانت عندك اخر علاقه وربما هاد البنت اللي اتصلت بينا؟ شحال تقريبا؟ شحال يكون داز عليها؟ عام. ها وشنو كان الاسم ديال هاد البنت اللي كنتي انت وياها في علاقه؟ غير الاسم باش نشوف وياك ما هي اللي متصله بينا. السؤال في صالح كان السي انس. حسنة. وهاد حسنة هادي اللي رجعات وكتاب انكم ترجعوا مع بعضياتكم، باقي شي احساس من جهتها؟ باقي كتبغيها ولا الشمعة طفات؟ والو. ومن بعد حسنة ما حاولتيش تعرف على شي بنت وحده اخرى؟ ما كاين حتى شي حاجه جديده؟ ولا لقيتي شي بنت ناس حاليا وفيها كاع المواصفات اللي بغاها انس تقدر تزوج بها ولا ما كتفكرش في الزواج كاع؟ كتفكر فيه دابا ولا ما كتفكرش في الزواج؟ اوكي. السلام عليكم لالا. السلام. هو معك انا. الو. وي
اسمع انا وياك. لا 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 خليك مع كل شيء راه وصلوا يداو. من دابا قلت لك يلا تقطعني وهذاك بوحدك ما معك حد. وما حد ما تقعد عندك من وراء انا. الله يعاونك السي انس. كانت هي كانت على سبا. الو وي هو هذا صافا بخير. اييه هو هذا كلشي مزيان الله يبارك فيك. شكون معاك؟